السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين كلنا نشتغل عملنا في الريفت واحنا موجودين في اكثر من مكان ومفيش شبكة تربطنا، ممكن اجي هنا اسطب جوجل درايف وبعد كده اجي على جوجل درايف، هاجي هنا هقول له انا عايز اشوف البريفرنس. فرض ان انت دخلت بحساب تاني وعايز تعمل حساب خاص بيك، ده جوجل درايف مسطبه للحساب الشخصي بتاعي، هبدأ أغيره للحساب الخاص بالمجموعة اللي هنشتغل مع بعض على جوجل درايف. هقول له disconnect account من setting بحيث إن أنا أدخل الحساب الجديد. وبعد كده هعمل log in وأبدأ أدخل الحساب الجديد الخاص بالجروب اللي هيشتغلوا دلوقتي مع بعض. اقول له got it، هاجي هنا هلاقي بيقول لي ساين ان، هبدأ اكتب الايميل بتاع جوجل درايف والباسورد بحيث ان هو يبدأ يعمل تزامن للملفات الخاصة بالمشروع دوت. هقول له get start، بيقول لي ساين ان، تكتب الايميل وبعد كده الباسورد، تسع نجوم، تقول له ايه ساين ان. جوتيت وسطب نفس الحاجات دي كلها على الاجهزه اللي هتعمل مزامنه، يعني يبقى كده في فولدر لازم يكون مشترك بينهم. تمام، انا شلت العلامه من ديت بحيث ما يعملش تزامن مع ملفات ديسكتوب. خلي بالك الديسكتوب هنا جيجا والبكتشر نص جيجا، فدول لو وفرتهم هيوفروا لي مساحه على السي. اقول له نيكست جوتيت. طيب ده المسار، ايه مشكله المسار دوت؟ مشكله المسار دوت ان اليوزر هنا مختلف، فلو انا رحت المكان تاني هتلاقي بدل عمر دي في حاجة تانية، بدل عمر في احمد مثلا. اقول له شنش، عايز حاجة تبقى مشتركة بالناس كلها. ينفع ان انا اعملها على الدي او الاف او اي حاجة تانية، مفيش مشكلة، يعني ممكن اخلي المسار الاف، بس هتحصل مشكلة بسيطة، ممكن الجهاز التاني ميكونش عنده اف. تمام، فلازم كلنا نكون موحدين، يعني خلينا ناخد سي مثلا بم مثلا على سبيل المثال، ممكن تعمل على اي بارتيشن بس يكون موجود على كل الاجهزه اللي هتعمل تزامن نفس الحاجه. ما ينفعش يكون جهاز دي والجهاز الاخر اي والجهاز الاخر اف وزد. انا اخترت اهوت سي بيم، يبقى كل الاجهزه هعمل لها نفس المسار. جوجل درايف هيبقى سي بيم، هقول له ستارت. خلاص كده اي ملف هسيفه على السي بيم هيبدا يبقى يتزامن. اول ما اعمل سنكرونايزيشن هيعمل على الملف دوت ما دام المسار موجود ويبدا يتزامن الشغل. طيب اعمل ازاي الموضوع دوت؟ هقول له فايل سيف از بروجكت، واروح داخل على السي بيم، ومن الاوبشن هنا هتاكد ان انا اعلم على العلامه دي، خلي الملف ده سنترال، خلي الملف ده سنترال. ما دام سنترال يبقى اي لما اجي افتحه هيقول لي اعمل كرييت لوكال للجهاز بتاعك. هقول له خلي ده سنترال، سيف. ولما تيجي تفتح وتختار الملف دوت هتلاقي اختيار ظهر لك ان الملف ده كرييت نيو لوكال زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. بعد كده لما اجي افتح الملف دوت، هو المفروض لازم اقفل دوت. تمام، هروح للملف اللي اسمه سي بيم واختار الملف دوت واقول له كرييت نيو لوكال. تمام، يبدا يعمل لي ملف لوكال. لما تيجي تعمل سنكرونايزيشن هنا هيقول لك ان انا بعمل سنكرونايزيشن على الملف اللي موجود في السي بيم بالاسم الفلاني.